مقاتلو المعارضة السورية يتقدمون في ريف حلب. قوات النظام السوري تتقدم داخل الحدود الإدارية لمحافظة الرقة للمرة الأولى منذ 2014. كاري يزور السعودية والإمارات الأسبوع المقبل. ميليشيا الحوثي تجدد القصف على أحياء تعز. القوات العراقية تتقدم في جنوب الفلوجة. مخاوف أمريكية إزاء أداء القوات العراقية في معركة الفلوجة وفشلها في التخلص من سطوة الطائفية. وزير الدفاع البريطاني مايكل فالن يرفض تزويد المعارضة السورية بصواريخ مضادة للطائرات. رحيل أسطورة الملاكمة في القرن العشرين محمد علي.